وحشتني يا عزيزي. عاش من شافك. مش كنت مسافرة؟ لا يا شيخ. من المطار على البيت ومن البيت على هنا على طول. كنت فين؟ كنت في لندن. وبتعملي ايه في لندن؟ يعني هكون باعية. برقص طبعا. ويا ترى ناوية تسافري تاني؟ ما اقدرش. ما اقدرش ابعد عنك ابدا. اهو كده تبقي شاطرة. يا رأفت انت يا يا رأفت أصل هما حاجتين بيعلموا الصبر، صيد السمك والتريكو. يا برودك يا أخي، أنا مراتك ومش عارفة فلوسي بتروح فين، وأنت ولا أنت هنا ولا على بالك. هو في مرة حضرتك استشرتيني في شؤونك المالية؟ لا. طيب ليه لا؟ كفاية عليا واحد بينهزني بيسرقني، عايزهم يبقوا اتنين؟ تعالى هنا استنى هنا كلمني. نعم. انت اطران. مين اطران؟ الزفت عصمت. يلا روح جيبهولي على التليفون اوام بسرعه. فين؟ في البيت يعني هيكون في اني ناحيه. يلا اتحرك. لي بره بثانية. ولا يهمك. هو انا رحت فين يا حبيبي؟ ايه بتبص لي كده ليه؟ ايه؟ بلاش ابص، ممنوع البص في البيت ده يعني. اصلا بتبص لي بصة غريبة قوي. ولا غريبة ولا حاجة. انت ناوي تتخلي يبان عليك. ايوه. طب ليه؟ بس مش معاك. كويس. انت انت دورك بعدين. مستني ايه ما تفتح؟ افتح ايه؟ الباب. هو كارس ضرب اهو ضرب. اتفضل. خير؟ والخير هيجي منين؟ تعال ادخل. مساء الخير يا عمتي. مساء الزفت على دماغ سيادتك. انت يا فندم بتشتغل ايه؟ ما تبقاش بتشتغل ايه؟ مدير اعمالك. وايه كمان؟ بس. وحرامي. عمتي انا عايز اقول لحضرتك. انا عمتي على الدبب. انا عمتي قال. كل شوية يقول لي عمتي وبعدين يرجع لي يعمل عمته وبعدين بقى كلام فارغ. يا عمتي ممكن حضرتك تفهميني كل اللي انت عايزاه بس بالراحة؟ ما تقعدش ورايا.
عندك حق يا عمتي، فعلا في غلط في الحساب. ولنا ان شاء الله. ابدا، انا كنت مستعجل شويه وكنت عايز اقدم لحضرتك الحسابات في ميعادها. وليه تستعجل يا عصمت؟ ليه ما تعملش الحسابات اول باول؟ ايوه، ليه ما تعملش الحسابات اول باول؟ مش كده يا روحي؟ طلعي روحك. الله، ليه كده بس؟ انا بقول له علشان يعمل الحسابات اول باول. في حاجه دي ما تقول لنفسك. اقول لنفسي ايه بقى؟ انت بتشتغل ايه في البيت ده؟ رد على سؤالي. انا نسيت السؤال، هو كان ايه؟ انت بتشتغل ايه في البيت ده؟ جوزك. طب ليه ما بتعملش واجباتك اول باول؟ انت اتكلم. تعبت لساني وجعني من الكلام. خلاص طلقيني. لا طلقيني بقولك. قلت لا. طيب عن اذنك انا يا عمي. رايح فين؟ رايح طلع حضرتك الحسابات. مش تستنى لما نشوف حكاية الأخ؟ متهيألي إن دي حاجات عائلية بينك وبينه. معلش، على فكرة نيفين بعت التلغراف النهاردة وأنا استلمته. إيه؟ جاية؟ جاية إن شاء الله بعد بكرة. طب ما قلتليش ليه؟ معلش يا عمتي. تروح تجيبها من المطار. حاضر. أنا عايز أفهم، أنت مش عايزة تطلعيني ليه؟ قلتلك لا، بعينك. اطلع انت بره بقى. اسمع. الف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال فين عمتي؟ تعبانة شوية. ما تخافيش، مفيش حاجة. تعال تعال. هي دي بقى اللي بتزحلقني علشانها؟ سلوى دي. دي ايه بقى؟ الجو جديد؟ مفيش داعي لغلط. وإذا غلطت؟ هغلط أنا كمان. عشان دي؟ سلوى. حاضر يا عزيزي، بس في حساب بيني وبينك بعدين. إيه ده؟ أنا آسف على اللي حصل. لا ولا يهمك. مين دي؟ ها؟ خلينا في المهم، تشربي ايه؟ في ايه؟ كل حاجة. ويسكي. ده ايه التقدم ده؟ اتغيرت يا عصمت، مش كده؟ بس حلاوتي. لكن انت جبتني هنا ليه؟ في حاجات مهمة أوي كنت عايز أتكلم معاك فيها. كان ممكن تقولها لي عند عمتي؟ لا، أصل عمتك ما تعرفش إنك أنت جاية النهاردة. والتلغراف اللي أنا بعته أنا اللي استلمته وما قلتلهاش. أمال هي عارفة إن هوصل إمتى؟ بكرة. ليه؟ أصلها زودتها أوي في الفطرة اليومين دول. مش ممكن، إزاي؟ مفيش حد من الناس قادر يقنعها إنها لازم تغير معاملتها مع الناس ومعايا أنا كمان، ده حتى معايا أنا. أنا هكلمها. مش هتسمع كلامك. مش ممكن، دي عمتي وبتحبني وهتسمع كلامي. يعني فين دي مش عمتك بتاعت زمان؟ ليه بتقول كده؟ عشان لازم تعرفي الحقيقه. حقيقه ايه؟ نيفين عمتك اتجوزت. فين ازازه الويسكي؟ ما بتطلبش ليه؟ اطلب ايه؟ مش كنت رافع السماعه عشان تطلب؟ نسيت. كنت هتطلب عصمت. اطلبه. اقول له ايه؟ قول له يجي حالا. حاضر. راجل على الفاضي، راجل فالصو، مش لازمه. هو بس راجل كده على الفاضي. الو؟ ايوه رفا. لا مش حاضر دلوقتي، عندي ضيوف. هي كل مره عصبيه جدا. وبعدين؟ حاضر بس مش هتاخر. طيب يا اخي. عايزك؟ ايوه هروح بس مش هتأخر. اجيب لك حاجه وانا راجع؟ مش عايز اي حاجه؟ ما انت
سامع الجرس بيرن؟ خليه يرن. ما تقوم تفتح الباب. ما افتحش. ما تقوم تفتح الباب. مش شغلتي، هديك حد يفتح ويقفل. دي مش شغلتي. بقول لك قوم افتح الباب يا رافض. الجنيه السوداء. اتأخرت ليه يا عصمة؟ أنا ما اتأخرتش، أنت مكلمني من ربع ساعة بالظبط. قول لي، ما تعرفش هي عايزاني ليه؟ طب من التربيزة؟ أنت عملت حاجة تضايقها يا عصمة؟ لا. بتعملوا إيه يا عصمة؟ ده عصمة بيطمن عليك وعلى صحتك. إيه؟ طب تعالى ورايا. ما تقعدش. تعالى ورايا يا كوبا. ايه يا عم؟ سيادتك ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه. ليه بس يا عمتي ليه؟ كان معادك الصبح الساعه كام؟ الساعه 8 الصبح. ما جيتش ليه؟ نسيت يا عمتي، راحت عليا نوم. نسيت؟ ما بتنساش تيجي تقبض اخر الشهر. اشمعنى دي اللي ما بتنساهاش؟ ايه لازمه الكلام ده بس يا عمتي؟ يا ايبال ما يصحش كده. تجيب الولد من بيته لغايه هنا عشان تسميه بالكلام ده. اخرك انت، ما انت اخر الشهر بتمد ايدك. جليله سودة جدع ده سخنبيبة داخل الشهر المحرم بيشتغل بيهم بيتعب بيهم. وانت بتشتغل ايه عشان تقبض اخر الشهر؟ انا ما اشتغلش. روح يا رافض، تعال يا رافض، اطلع يا رافض، انزل يا رافض، طول النهار وطول الليل شغل وبكر. اهو ده اللي انت فالح فيه. نبين جايه بكره؟ ان شاء الله. احنا ما نعرفش اذا كنا هنروح العزبه ولا لا، لكن عموما تطلع المطار واول ما تشوفها تقول لك. فهمت يا عمتي، فهمت يا عمتي. يعني ايه؟ الكذب انا يعني؟ لا ابدا، اتفضلي كملي قولي اللي انت عايزاه كله، اتفضلي. خلاص، ما دام فهمت هكمل ليه؟ اي اوامر تانيه؟ ايوه. خير؟ تفرد وشك اهو. ما تنساش اللي قلت لك عليه. حاضر يا عمتي. معلش يا عزم، معلش. معلش. ربنا يقرب البعيد. لما يجي تقولي له عليا فاتت عليك. اتكلمت في التليفون، كنت قلت لك ان في واحده اسمها عليا سالت عليك، انما اللي حصل اني شفتها. ها، ايه رايك؟ في حياتي ما شفت حاجه كده. انت لقيتها فين؟ يعني اتعرفت عليها ازاي؟ عصمت، المساله مش صدفه. ابدا صدفه. جايز تكون صدفه،
لكن بعد كده مش صدفة، ده تخطيط، وتخطيط كبير كمان. طب ليه؟ هروح لها ولما ارجع هقول لك ليه. مش هتتأخر؟ لا. عليا عليا ابني عليا. ايه اللي وداك البيت عندي؟ وحشتني يا عز. انا نبهت عليكي مليون مره ما تجيش. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، لكن ليه؟ ليه؟ بقيت تعرفي تسالي؟ اسفه. مش عايز حد يشوفك. حاضر. لما اقول كلمه احب انها تتنفذ، فاهمه ولا لا؟ حاضر. والكلام اللي اقوله ما احبش اعيده تاني. نعم، انت عايزه ايه؟ غير وحشتيني والكلام الفارغ ده. عشان اوريلك. نعم، توريني ايه؟ انا اتمرنت على المشيه اللي انت وريتها لي. طب يلا هات العصايه وريني المشيه ازاي. بقول ايه يا ايمو؟ ايه؟ ما تسيبي العصايه. ليه؟ يعني كده معكره الجو شويه. بوسني. لا. ليه؟ اصل انا بكسف بكسف. ايه؟ حد يكسف من مراته؟ يا لينا سودة. قلت ايه؟ بقول يعني بعد ما اخلص الكاس ده هبقى مكسفش مكسفش. بقول ايه يا ايمو؟ ما تاخدي لك واحد كمان معايا. ما عنديش مانع. طيب روحي. اجيب لك تلج وميه؟ لا. ها. سيك. طيب. لا يا رأفت لا. ليه يا روح؟ لا. كده بقى حق. ما يبقى احلى ايه ويبقى احلى. يبقى احلى خد. منك قبل كده انك ما تضربنيش. ليه كل ما تشوفني بتضربني؟ مش عارف علي، انا نفسي مش عارف. انت بتكرهني؟ اتكلم يا عصمت. طب ليه؟ علي 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 يا حبيبتي، مش عايز اطلب منك طلب او اقول لك على اي حاجه وبعدين تعرضيني فيها. الله الله، شوف قد ايه انت بتبقى عظيم وانت بتكلمني بهدوء من غير عصبيه. انا ماشي. هشوفك امتى؟ اول ما هفضى على طول هاجي لك على طول. على راحتك. واحدة تانية ممكن، لكن دي لا.
ليه؟ شكلها، صوتها، دي كلها عمتي. هي فعلا تشبه لها شوية. عصمت، انت ناوي على ايه بالظبط؟ ولا حاجة. امال عرفتها ليه؟ انت عايزة الصراحة؟ طبعا، انت عمرك ما خبيت عليا حاجة. بنتقم من عمتك؟ فعليا مش كل اللي عملتي بتعمله فيا وما بقدرش اعمل لها حاجه وارد عليها بخلصه من عليها. وهي ذنبها ايه؟ مش عارف، ذنبها انها شبه عمتي. مش كفايه؟ انت عارفه ان دايما بيكون في ضحيه. عليا مسكينه، عارف انها مسكينه، لكن ذنبها انها شبه عمتي. يا اوتوموبيل يا جميل محلاك، من ورا صاحبك انت يا زفت. نعم. مرجحني. مرجحت. روح جيب الشاي. من ورا صاحبك انا راكبك. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. حرام عليك. خلاص ولا خلاص؟ انا مش عارفه انت بتعمل لي كده ليه. معلش عليا، معلش، انا اصابي تعبانه، أصابي تعبانة خالص، مش عارف. وهتفضل كده على طول؟ لا طبعا مش هتفضل كده على طول، هيجي يوم وهرتاح، بس أرجوك أرجوك استحمليني شوية. امتى اليوم ده؟ مش عارف، مش عارف يا عليا، مش عارف، أنا نفسي مش عارف، لكن أرجوك يا عليا، أرجوك استحمليني، أرجوك. أنت عارف إني بحبك، والناس بتقول إن اللي بيحب ما يكرهش، لكن أنا بقول لك إن اللي بيحب ممكن يكره قد ما بيحبه أكتر. مستحيل يا عليا، مستحيل، مستحيل يا عليا. مفيش حاجة اسمها مستحيل. لا فيه، في مستحيل عليا، في. انا انسانه بحس وبحب، بحبك، ودي اكبر غلطه عملتها في حياتي. لا يا عليا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده. هي دي الحقيقه، ده انت مش عارف حاجه. عليا انا كل ما بشوفك او بسمع صوتك. ايه كده؟ ولا حاجه، ولا حاجه. عارفه بتتنرف. ابدا ابدا. لكن اللي انا عايز اعرفه، منين انت محتاج لي؟ ومنين كل ما تشوفني عايز تضربني؟ ظروفي كده عليا، ظروفي كده. انا كل ما بجيلك هنا بتكون اعصابي تعبانه. طب اتعالج. بتقول ايه؟ بقول لك اتعالج. اوعي تقولي الكلمه دي تاني. ما هو بالشكل ده. اوعي تقولي الكلمه دي. الكلمه دي ما تقوليها تاني. اتعالج. ما تقوليش الكلمه دي تاني. ما تقوليهاش. يخرب عالي يا إيبال، إيبال، إيبال،
لسه بيدق. ايه ده؟ فوق يا عباد، فوق اللي هيقول عليا يموتني كل حاجه. الله يخرب بيتك. لسه بيدق. جرس بيدق. ايه بقى فوق يا عباد؟ فوق يا ترى مين؟ اسمعوا كويس اللي كنتوا ما سافرتوش. عمتي هنا؟ أنا آسف نسيت أعرفكم بعض. نيفين طبعا سمعت عنها. طبعا سمعت عنها بس أول مرة أتشرف بيها. أهلا وسهلا. رافض جوز عمتي. فين عمتي؟ رافض. أيوة فين عمتي؟ فين عمتي؟ عمتي فين يا رأفت؟ فين عمتي؟ في غيبوبة. ايه عمتي؟ ما تتخضيش يا نايمه، بتحصل لها الحكايه دي. طب اتصل بالدكتور بسرعه. اتصل بيه في البيت. اتصلت في البيت مفيش، في العياده في المستشفى. اتصل بيه تاني، اتصل باي دكتور، اعمل اي حاجه. يلا اتفضل. يخرب بيتك. عمتي 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 مشي معايا يا ساتر. عمتي عمتي عمتي. ايه ده عمتي؟ يا ده عمتي عمتي. فوق يا عمتي. ايه ده عمتي عمتي؟ في البيت، في العيادة، في المستشفى، مفيش. قاعد فوق دلوقتي. هتموت؟ لسه. يا عمتي. خليك هنا. عمتي. عمتي. الحق. عمتي. ما تفوقي. عمتي. نيفين، نيفين يا حبيبتي. نيفين، الحمد لله على السلامة يا نيفين. الحمد لله على سلامتك أنت يا عمتي. الحمد لله على سلامتك يا عمتي. ألف الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. عندنا على السلامة يا إيبو. اخرس انت، كل اللي غير هيجرى لي ده بسببك. إيبو عامل نفسه بريء قدام الناس، راجل ما يخدشيش. هدي نفسك يا عمتي، هدي نفسك. اهدي نفسي ازاي؟ انت مش شايفه البرود اللي في المخلوق ده؟ اي ما طلعت روحك، انا هعرف اتصرف معاك ازاي؟ انا وانت قدام الطويل، انتوا الاثنين ما تتحركوش من الحته دي. يلا يا بنتي حبيبتي يا قمر، انت يا قمر. عاجبك يا سي اسمك العيشه السودا دي؟ معلش يا رفض، اديك برضو قاعد بتاكل وبتشرب وبتنام. هي العيشه اكل وشرب يا اسمك؟ لا لا لا، مش احسن من ايام زمان؟ تنسيت ايام زمان؟ والله ايام زمان كانت ايام فل ملوك. طب واذا كان يعني؟ يعني ايه؟ خلاص غور، مش عايز. صباح الخير. اهلا وسهلا في عصمة بيه. الله مالك اتنرفز ليه على الصبح؟ الحيوان ده مش عاوز يجيب لي طلبات، يقول عليا شويه حساب كتير يعني. طبعا ما تضايقش روحك. تشرب ايه؟ سندوتش. عملت ايه يا سي اسمه ضيف في موضوع الست عمتك؟ في ايه؟ موضوع الجواز. الحقيقه انا لسه ما فتحتهاش في الموضوع ده. ليه يا سي اسمه ضيف؟ صحيح انا اقنعتها بالجواز، لكن لكن ايه؟ في حاجه قالت لي امبارح عن العريس اللي ممكن تتجوزه. حاجه زي ايه؟ حاجه لازم يعملها. انا مستعد اعمل اي حاجه. لا 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 انا مش موافق. لا ايه مش موافق على ايه يا سي اسمه؟ اصل الحقيقه عمتي لها طلب بايخ، مصممه انها لما تتجوز تبقى العصمه في ايدها. في ايدها في رجلها، ما تفرقش. غريب، انا كنت متصور انك انت لما هتسمع الشرط ده هترفض. ارفض؟ لا لا لا، دي حاجات بسيطه يا سي عصمت. خلاص اذا كان كده انا مستعد اكلمها. ايوه كلمها يا سي عصمت، لحسن الحكايه بقت زي ما انت شايف كده. علشان خاطرك هكلمها. انت مش بتقول يا سي عصمت إن الست عمتك كبيرة في السن؟
قوي وكلها سنه ولا اتنين وتودع. وحسب الشرع الزوج يرث النصف، وان شاء الله كده لما ربنا يفتكرها قريبا سارث النصف. والنصف بالنصف. اسم الله عليك يا سي عصمت، اسم الله عليك. ها يا عم رافض دلوقتي بقى احسن ولا ايام زمان؟ والله يا عصمت يا اخويا الاتنين زفت. زمان كان جوع وفلس وراحت بال، ودلوقتي شبع ووجع قلب وقله راحه. الله يقل راحتك. هما الاتنين عجينه واحده، بس واحد مجنون والتاني صايع. يعني عصمت ما يستاهلش نستعمليه كده. لا يا بنتي لا، ده مجنون، ده ما بيخلينيش انام الليل. ليه؟ انت عارفه انا اكتشفت ايه؟ ايه؟ انه حرامي لص. يا عمتي عصمت ما فيهوش الداء ده. لا فيه، وانا اديته انذار مره تانية هبلغ عنه البوليس. بس يا عمتي نيفين انت لسه صغيره ما تعرفيش اللي بيجرى في الدنيا دي. انت عارفه الاتنين دول عايزين يعملوا فيا ايه؟ ايه؟ عايزين يقتلوني. انت يا كرافت افندم قوم رقص نيفين. انا؟ ايوه انت قوم رقص نيفين. بس ان الرقصه دي ايه يعني؟ تانجو مانجو رقصها. يلا يلا يا نيفين. حاضر ارقصها. الشمس طلع. رأفت افندم انت كان ملك امبارح. امبارح يسهر انك انت عاطفي زياده عن اللزوم. اصل معجب بيا مش كده؟ كده بس يا خساره. ايه الخساره؟ انك جوز عمتي. ما هو اصل عمتك ست كبيرة وأنا عمري ما شفت ست حلوة زي كده. بس مش معقول إن أنا أعمل علاقة مع جوز عمتي وأخون الست اللي ربتني وصرفت عليا. أنا حقيقي معجبة بيك، بس مش على حساب الست المسكينة دي. نيفين خلاص اهو يا عمتي. وانت يا سي عصمت
انا لابس وجاهز اهو يا عمتي. ما اقصدش تسوق على مهلك واحنا طالعين في طريق المقطم. حاضر يا عمتي حاضر. وانت؟ نعم. لما نروح النايت كلاب تقعد جنب ما تتحركش. حاضر يا ابو عين زايغه. انا ده انا حتى لما بقعد جنبك بنسى كل حاجه في الدنيا. انا جاهز يا عمتي. بينا. انت دايما كده عايز تهزقني قدام الناس قدام اللي يسوى
واللي ما يسواش. راجل قليل الادب ما يغتشيش. شوف انت اتعطلت فكري ازاي. انا مش قصدي طول عمرك عايز تطلعني ست مش محترمه قدام الناس. عمري انا ما اتجوزتك 4 سنين وشفتك من 4 سنين مش اكتر. اخرج. حاضر. واحده ست محترمه زي حالاتي انا ينزل عليك كوبايه ميه؟ يا ريت يا سوده مش فايته كل ده عشان شويه ميه دلع عليك. طبعا. يعني انا مش شايف سبب انك تعملي كل الحكايه دي عشان مجرد شويه ميه دلع عليك. قلت لك اخرج. حاضر خلصت. بس انا بستغرب حقيقي بستغرب واحده ست في سنك من هناك لغايه هنا كان لازم تقع تطب سكته. طبعا ده اللي نفسك فيه ده اللي انت عايزه لكن انا مش هنولك اللي في بالك. خلاص بقى يا عمتي خلاص بقى علشان خاطري عشان خاطرك انت يا نيفين. طب يلا بقى علشان نطلع نستريح. راجل قليل الادب ما يختشيش. اطلعي استريحي عشان تنزل تكمل تاني. لا يا مدام عليا 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 خلاص خلاص يا عزيزي والله خلاص عشان خاطرك. يلا يا مش عيشه دي يا جرالك يا رأي. أو زي ما أنت شايف بتعمل من الحبة أو ما بتخلص. معلش لازم تستحمل شوية. مش قادر مش قادر بقى ونفسي بجد أطلق. أطلب الطلاق. ما طلبته يا عصمت 41 مرة. ما رضيتش طبعا بتحبك يا أخي. حبها عزرائيل يا أخي. يعني مفيش حل تاني غير طلاق. فيه. إيه هو؟ تموت. تموت. ما هي مع اصلاجة يا عصمت مش عايزة تموت. ما دام الموت مش عايز يجيها نودهولها ازاي؟ صح. خد بقى الكاس ده انت لو سمحت واديني بقى انا الازازة دي ازازة كرمت. بس الحكايه دي حتى اذا كنتوا هتسافروا سويسرا بعد 15 يوم ممكن اعرف بتفكر في ايه. بما اننا ان احنا الاثنين مسافرين سويسرا يبقى التنفيذ يتم هناك. طب ازاي؟ انا وهي هنكون في سويسرا وهي لها عربيه هناك. عارف عارف. وهي بتسوق بسرعة. عارف. وسويسرا فيها جبال؟ أنا رحتها من زمان بس ما كانش فيها الجبال دي. هي بتسوق العربية بنفسها وأنا ببقى جنبها أفك فرامل العربية وأعتذر عن النزول معاها بحجة إن أنا سخن تعبان أي حاجة وساعتها مش هنزل. كويس. طب افرض بقى ما طلعتش الجبال. فيلتها هناك في الجبل ولازم تنزل من فوق. كويس. انت قلت لي هتكون عيان والعربيه تقع من فوق وقبال خلاص مفيش وتموت ونستريح احنا. لكن انا ليا طلب واحد بس. اطلب. ال 15 يوم اللي جايين مالهم يا عصام؟ لازم تستحملها. وانا مستحملها سنين اهو. مهما عملت فيك لازم تستحملها. ففي الكتير يا رأفت ما بقى الا القليل. حاضر حاضر اللي تشوفه يا عصام. الروب الثقيل يا عمتي احسن برضه احسن. الدنيا هناك تلك. بتدوري على حاجه يا عمتي؟ ايوه كان في ظرف مهم قوي هنا. يمكن رأفت تشاله؟ جايز. انت يا شي زفت. الله يخرب بيتك. انت يا شي زفت. انت يا اللي ما تتسمعش. يعني منك يا اخواتي. انت يا غبي. انت يا غبي. شايفه عمال ادعي عليه مش راضي يرد عليا. اه يعني بالراجل ده اعمل فيه ايه بس؟ نعم. فين الظرف؟ انا والظرف. الظرف الاصفر اللي كنت حاطاه جوه الشنطه. اتفضل انزل دور عليه في المكتب. حضرتك تبقي تنزلي تدوري عليه بنفسك بعد ما توضبي انت هلهيلك دي. هلهيلي؟
تفتحش الباب. مش هطلقك. خلاص. راجل ما تختشيش. انت اللي ما تختشيش. اخرس. اخرسي. انا حوريلك. تساعدني وتخلصني من الورطه دي. اوعى تفكر ان انا ممكن اساعدك او اقف جنبك في يوم من الايام في حاجه زي دي. كده ما تنساش يا عصمت الشيكات اللي بدون رصيد، وما تنساش تزويرك امضاها في كل دفاتر الحسابات. مش قادر افهم انت عايز ايه بالظبط. واضح تقف جنبي، مش النص بالنص. ولا نسيت يا عصمت؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ تعال معايا. اجي معاك. اجي معاك. عليا. 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 ايه ده جيت؟ صوت مين؟ عليا. تعال. رفض. سلم على علي. مساء الخير. مساء الخير. مالك؟ مين دي؟ علي. انت متأكد؟ طبعا. تعال تعال وبلاش كلام فارغ. تعال يا اخي. يلا. معلش علي، اصل الاستاذ رفض اعصابه تعبانه شويه. مفيش حاجه تستاهل. اتفضل حضرتك. علي انت بتحبيني مش كده؟ طبعا. مستعده تعملي اي حاجه علشاني مظبوط؟ مظبوط. اطلب اي حاجه. تسافر الصبح. اسافر فين؟ سويسرا. ايوه بس انا ما عنديش باسبور. ولا يهمك، موجود. فين؟ اهو. صورة مين اللي في الباسبور دي؟ عمتي. مش هتسافر؟ لا. ليه؟ أصل رفض. هي خلاص مفيش. سافرت. لا هي ماتت الليلة. شوفي علي، عمتي كانت لازم تسافر معايا سويسرا بكرة علشان نخلص عملية تجارية مهمة جدا. إذا عمتي ما سافرتش هخسر 100,000 جنيه، والعملية دي لازم تتم. أنت طبعا يهمك مستقبلي مش كده؟ طبعا طبعا. عشان كده يا روحي لازم تحلي محلها وتساعدينا انا ورأفت المسكين ده. المطلوب مني ايه؟
المكياج. بس ايه؟ عايز المكياج ده كويس قوي. شوفي بقى حلوة. عايزك تبقي زي دي شبه عمتي في نص ساعة بالظبط. فاهم؟ يلا يلا. ممكن اعرف ايه الحكايه بالظبط؟ هي قدامك اهي. لا، في حاجه انت كنت ناوي عليها. حاجه زي ايه؟ كنت هتقتلها من ورايا. يا راجل طبعا لا، انا عمري ما فكرت في حاجه زي دي. امال ايه اللي لمك على البنت دي؟ وده وقته برضه. في حاجات تانية اهم. زي ايه؟ باقي الخطه. الصبح الساعه 10 بالظبط تروح تصحي نيفين، تقول لها ان عمتها نزلت بدري علشان تشتري حاجات من البلد هتاخدها معاها، وانها ما رضيتش تقلقها قبل ما تنزل، وانكم هتقابلوها الساعه 12 ونص بالظبط. لغايه كده مفهوم. حلو. الجزء الثاني، انتوا لازم تروحوا المطار الساعه 12 بالظبط. يعني نستنوا نص ساعه؟ لا. ها؟ احنا بقى هنروح المطار الساعه 1. يعني نتلطع ساعه. يوه افهمني. ها؟ تعال اقعد. افهمني يا رأفت أرجوك افهمني. إحنا لازم نروح متأخرين. ليه؟ إحنا لازم نعمل كده علشان ندخل على طول على الجمرك. قولي ليه؟ من غير ليه قول. علشان لو نيفين سلمت على عليا بإيدها هتعرف إنها مش عمتها. يعني مش لازم تسلم عليها، تشوفها من بعيد وخلاص. آه، يعني زي ما تكون تشوف واحد صاحبك كده من بعيد، ولما تقرب يطلع مش هو ده صاحبك، صح؟ صح. كويس. بس تعرف ان في حاجة مهمة فاتت عليك؟ ايه هي؟ لما كنت هتقتل عليها، قصدي إبال، كنت هتدخل جثتها هنا عشان تدفنها. دلوقتي خلاص مفيش إبال. دي مش مشكلة. ازاي؟ دايما بيبقى في ضحية وعليا هي الضحية. قصدك بالظبط عليا لازم تموت هناك. شايف رأفت؟ هيظهر دلوقتي هو نيفين. عمتي وانا اللي اخرتهم. اتفضلي.
ديك يا نيفينا، انا من زمان ما كنتش اكل بالطعام اليوم. 4 سنين من اليوم ما اتجوزت عمتك. ياه 4 سنين؟ عمتك دايما بتاكل بره، والاكل بره ده السوقي ده مش طعم مش حلو. وقبل 4 سنين كنت مضطر يعني غصبا عني ان انا اعمل ريجيم قاسي شويه. هنروح فين النهارده؟ ايه رايك يا نيفينا؟ نقعد سوا في البيت النهارده. نقعد؟ تلغراف. خير؟ إن شاء الله خير. من مين؟ انتوا قاعدين هنا ليه؟ هنروح فين يعني؟ ما تدخلوا الفيلا، خليهم يفكوا الصوان. خلينا قاعدين شويه. انا عايز اقول حاجه ومش عارف اذا كان وقته ولا مش وقته. قول. عن ايه مثلا؟ التركه. وده وقته يا عصمت؟ مش عارف. لازم نكون ناس عمليين. يعني مش فاهم يا جماعة. يا جماعة الحزن والعياط مش هجيبوا نتيجة دلوقتي. الصبح لازم نروح للمحامي. روحوا انتوا، انا بيهمنيش الكلام الفارغ ده. ليه؟ انتي مش من الورثة؟ قلت لك ما يهمنيش. لا يا فندم، انا شايف ان حضرتك لازم تروحي للمحامي على الاقل عشان تعرفي نصيبك في التركة. اقبال هانم كتبت الوصية من حوالي شهر. يعني بعد ما وصلت نيفين بأسبوع. الوصية مكتوبة لصالح الأنسة نيفين، كل ممتلكاتها وكل أموالها للأنسة نيفين. طيب أنا وعصمت إيه؟ تورثوا طبعاً. طب ازاي اذا كان حضرتك بتقول انها كتبت كل اموالها وممتلكاتها لنيفين هانم؟ اذا اتكتبت وصيه لصالح شخص وفيه ناس تانيين يستحقوا الميراث، يبقى يرث التلت وحقه الشرعي، اما الزوج فيرث النصف شرعا. يعني الاستاذ رأفت يورث النص؟ تمام كده. نص التركة كلها ولا نص التلتين اللي هيفضلهم بعد ما نيفين هانم تاخد التلت؟ نص التلتين. الأنسة نيفين ترث التلت ونصيبها الشرعي، والباقي للأستاذ عزمت.
ازيك يا عصمت؟ خير؟ طلبتني ليه؟ علشان ندردش شوية. في ايه ان شاء الله؟ في الاتفاق القديم اللي بيننا. هو كان في اتفاق بيننا يا عصمت؟ طبعا. امتى؟ قبل ما تتجوز عمتي. زمان يعني؟ ايوه زمان. لا عندك ويسكي يا عصمت؟ لسه عندي يا رفض بيه. زمان وأصحاب زمان. أنا شخصيا مش فاكر أي حاجة، وأنصحك أنت كمان لازم تنسى. الويسكي يا عصمت اختراع لطيف قوي، بيساعد الإنسان على النسيان. أنصحك يا عصمت تشرب ويسكي. اشرب يا عصمت ويسكي، اشرب. اللي بيني وبينك في القهوة قبل ما اتجوز عمتك. أنا بقى نسيته. عملت بنصيحتك. عايز كام؟ إيه اللي رجعك؟ هو صعب أوي إن أنا أنجل، ولو إني كنت مصمم إن أنا أنسى. هو ده الكلام. هتدفع كام؟ عايز كام؟ حسب الاتفاق اللي بينا، النص بالنص. صح. والنص اللي انت ورثته طلع 400,000 جنيه كاش، غير الاراضي والعمارات. صح؟ صح. انا بقى مش عايز غير 200,000 بس. انا موافق. بكره الصبح نروح البنك سوا ونصرف الفلوس. هعمل فيك ايه بعد ما خرجت من هنا؟ عارف، كنت هتبلغ البوليس عن مكان الجثه. صح صح. نبيل شهرين ما
مع بعض ليل ونهار، وانا متاكد انك بتحبيني وانا كمان بحبك، والحب ده لازم يكمل نتجوز من بس الناس تقول ايه؟ ناس مين؟ يعني بنشوف ناس ولا بنعرف ناس؟ اللي في المكتب واللي في الشركه. لا 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 مش مهم مش مهم. طب وعصمت؟ عصمت؟ انا متاكد ان عصمت مش هيعترض، ومع هذا هناخد رايه برضه. المهم انت مش فاهمة في ايه؟ لا ابدا مفيش حاجة ابدا، بس يعني ما احبش اسمع اصوات مزعجة في ليلة حلوة جميلة زي دي يا نيجي.
مالكوا يا جماعه؟ هو انتوا لحقتوا؟ لحقنا ايه؟ احنا في مصيبه، في كارثه يا عصمت. مصيبه ايه بس وكارثه ايه؟ باب الكوخ اتفتح. طب وايه يعني؟ ايه؟ ايه يعني؟ بنقول لك باب الكوخ رقم اتقفل ثلاث مرات، ثلاث مرات واتفتح لوحده. لا الظاهر ان كنتوا امبارح تقلتوا العيار شويه فتهيأ لكم. ايه؟ تهيأ لنا؟ وهو لما يتهيأ لرقبك لوحده ممكن، لكن يتهيأ لي انا كمان اهو ده انا مش ممكن ابدا يتهيأ للاثنين مع بعض وحاجه واحده. على العموم كلم التليفون عندكم في الغرفه. اذا حصل اي حاجه ادوني تليفون بعد خمس دقايق هكون عندكم. قفلت الباب بالمفتاح كويس؟ تصبح على خير. سمنا أهلي. مالك يا رأفت؟ ها؟ لا مفيش. بس أنا سمعت بتقول حاجة. لا أبدا، لا أبدا. أنت خايف؟ يعني مش عارف. الصوت سكت. الصوت سكت قدام الباب. ما تقوم تفتح تشوف مين. انا؟ امال انا؟ ايه؟ ايه؟ كنت فين يا عصمة؟ صباح الخير. خير منين بس؟ الو؟ صباح الخير انا فين؟ خير منين؟ ايه يا جماعة مالكم؟ حصلت حاجة امبارح مش ممكن هتصدقها. طب ما اتصلتوش بيا ليه؟ حاولت نيلين تتصل بيك ما عرفتش. ليلة قضينا ليلة يا عصمت، ليلة سودة سودة. ولا يهمك. تحبوا تروحوا فين؟ نروح فين؟ نروح أقرب مستشفى للأعصاب. طب يلا بينا. يلا. التليفون ما نسيبوش. ما في تليفون تاني فوق. نسيبه. تطلع أوضة عمتك وتشوف بنفسك لو سمحت. أرجوك. حاضر. متشكر أوي.
هطلع اشوف في ايه. ارجوك يا سمت. شافش يا عزمة. انا سمعتها ونيفين كمان سمعتها. نيفين مش مهم دلوقتي لانها سافرت. طيب ممكن لو سمحت تيجي معايا الفيلا عشان نفتشها. وما فتشتهاش انت ليه؟ من فضلك يا عزمة عايزك تيجي معايا عشان تخلصني من الموضوع. حاضر. ودلوقتي يا عصمت يا اخويا اتفضل اطلع انت بص وشوف بنفسك. تعال معايا. لا انا هقعد هنا واستريح. تعبان تعبان. انا طالع وجاي. الله يخرب بيتك. حل.
ايه هو يا اسمك؟ ننزل انا وانت دلوقتي على الجنينه ونروح كوخ نفحر نطلع الصندوق نفتحه نشوف اذا كانت عمتي موجوده ولا لا. تعال معايا يا رب. اركب معايا انت حسبك. عمتك هنا في الصندوق ده. يا رأفت فهمني، مش المهم الصندوق، المهم عمتي في الصندوق ولا لأ؟ مش قلت لك ان عمتي ما ماتتش؟ اكيد حاله من حالات الاغماء اللي كانت بتجيها واول ما فايت خرجت. وايه العمل يا عصمت؟ ايه العمل؟ مش عارف. مش عارف يا رأفت مش عارف. هي اكيد في القصر هنا. انا هدور عليها واقتلها وادفنها تاني. عصمت معاك مسدس يا عصمت؟ ايوه في واحد في العربيه روح خده. لو ما كنتش شفتها ما كنتش فكرت في الخطه دي كلها. ده انا كنت عبيط بشكل. كنت عمال امررها الفتره دي كلها على ماشية عمتي وتصرفات عشان اخدها البنك واصرف 70 80 الف جنيه. عبيط. صح. الو
هاشم لو سمحت، انا مدام رأفت عزمي، الحقني يا دكتور، جوزي وقع من البلكونه ومانيش عارفه اعمل ايه، الحقني بسرعه عشان تعمل الاجراءات اللازمه، انا اعصابي تعبت ومش عارفه اتصرف، بسرعه لو سمحت. ميرسي قوي. عصمت انت لازم تروح دلوقتي، الدكتور زمانه جاي ومعاه البوليس، ما تنساش تاخد المسدس من ايد رأفت. حاضر، هبقى اشوفك بعدين. انا كمان انا اللي هخلص عليكي، انا اللي هخلص عليكي.